اتفضل اتفضل يا مولانا اتفضل. سبحان الله. الحمد لله. مبروك يا عروسة. يا عم دي قربت تطلق. العروسة جنبك اهي اهي اختي حبيبتي اهي. اتفضل بص. اين العروس؟ العروسة اهي اهي. اتفضل يلا خلص. البقاء لله يا بنتي. والدك ولا والدتي؟ يا عم انت هتفول علينا ليه؟ الله ما تخلص السبوة بتاعتك عشان نتوكل على الله. طيب اين العريس؟ العريس جنبك اهو يا سيدنا. انت العريس؟ يا عم ركز بقى، ما انا مرزي جنبك من الصبح اهو. وانت العروس؟ هل أوفيت العدة؟ أين الأوراق؟ الأوراق هي يا عم الشيخ. العريس هو اللي قاعد جنبك. وإيه الجمل فستان الأسود اللي هي لابساها؟ النبي يا أختي كلمتها كتير قوي، قالت لي أبداً صعبان عليا مش شاهين عليا لا الأسود أبداً. آه ولما هو صعبان عليها قوي كده بتتجوز تاني ليه؟ يا أختي ابنك هو اللي فضل يتحنجل ويلح يلح لحد ما وافق. ألف مبروك وبالرفاء والبنين. ألف مبروك يا ست الكل. مبروك عليكي أنا. يا احنا في حاله حداد. كتب الكتاب الأردحي ده حتى ما شربونا كوباية شربات. ده كان ناقص اجيب لهم امي تعدد لهم. عشان قلت لك قبل ما نخرج ما صدقتنيش. انت عايز اروح عشان الاكل الاكل. اديك رحت كلت على قفاكي. ولما اختك حزنانه قوي كده وهتلبس اسود كانت بتعمل فرحه وبتتجوز من اصله ليه؟ انت مالك بقى؟ هي راضيه وهو راضي. انت مالك بقى يا قطة؟ هقول لك حاجه يا خليل، الواد جوز اختك ده ما دام نخ كده اهو هقطع دراع الاثنين ان ما طلع داخل على طمع. داخل على طمع؟ قال يعني انتوا اللي مش طمعانين. فريد انا كنت عايزه بكره ان شاء الله قبل ما نسافر نروح نزور ماجد الله يرحمه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ معقول كده؟ مش معقول ليه بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه؟ الموضوع ده خلص خلاص، ومن النهارده تنسي كل حاجه كانت متعلقه بماجد. انت دلوقتي متجوزه ولازم تراعي مشاعري. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول اللي انت سامعاه وكلامي ده لازم يتنفذ، انت فاهمه؟ اه يعني الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بتمثل عليا انت بتحبه. ايه دخل ده بجوازنا؟ هو احنا هنفرح ونتبسط ولا احنا هنقعد طول عمرنا حزنانين على المرحوم الله يرحمه؟ في زوج يقبل على نفسه كده؟ ده يبقى زوج رزق ده. انت غشاش غشاش ولازم تطلعني دلوقتي حالا. انا اسف يا زوز يا حبيبتي، انا ما اقصدش ان انا ازعلك، انا بالعكس انا عايزك تفرحي. خلاص يا حبيبتي بكره هنروح سوا المدافن ونقعد نعيط براحتنا. يلا ننام بقى. اوعى اوعى. ايه ده النهارده ليله الدخله؟ زوز انت لسه زعلانه؟ فريد نام وسيبني. انا عايز انام، انا اصلي تعبان من كتر الرقص. اتفضل نام. حاضر. نمتي؟ ايوه نمت. طيب انا بطمن بس في ايه؟
رأيك انت صح؟ لا انا بخاف من الضلمة. كنت ناقصك انت كمان جاي تتحنجل انت بالذات بقى مش مرتاح لك. صاحبك راح رحت انت راكب مكانه مش كده؟ اصبر على رزقك اصبر. انا مش فاهم انت ايه اللي مفرحك قوي كده. فرحان قوي يا اخويا فرحان ما انت السبب. لولاك انت وفلوسك ما كانتش العيال الهفعت دي كلها طمعت. تعالوا لي بقى حبايبي كده تعالى انت تعالى كده حبيبي قفا انت بقى شبعت ضرب تعالى تعالى انت ها وانت هلا وانت هلا انت عايز اهديها لك كده وشه ها وانت هلا نعمل لكم ايه نعمل لكم ايه يا اخواننا يا اخواننا. يلا بينا بقى. ما انت مستعجل ليه؟ خلينا شويه. يا حنبات هنا مش في طياره مستنيانا؟ معلش 10 دقايق كمان. 10 دقايق الطياره هتفوتنا. يلا يا زهر. ايه الحكايه يعني يا فريد؟ المره دي شكلك مش متاثر خالص على ماجد. ايه اوام كده الحيط نسيته؟ عارف انا الراجل ده هجسترك في حته اوتيل في شرم الشيخ تحفه على البحر على طول. انا قلت لك يا فريد مش لازم تتعب نفسك. مش لازم اتعب نفسي يعني ايه يا زوزو؟ مش انا جوزك يعني ده واجب عليا. مفيش فرق بيننا. انا عندي فيلا حلوه قوي في شرم الشيخ كنت انا ومجد الله يرحمه عايزين نقضي فيها احلى ايام حياتنا بس ما حصلش نصيب للاسف. ما حصلش نصيبي للاسف. يرضيك يا حاجه كده فريد؟ نامي نامي. الفيلا دي انا ومجد الله يرحمه كنا بنحلم نقضي اجمل ايام عمرنا فيها ونقعد هنا في التراس نتفرج على البحر طول اليوم. انت بتقولي ايه؟ ابوس ايدك ما تجيبيش سيره المرحوم تاني رحمه بيه وبيا بقى. جرى يا فريد انا وانت اتجوزنا عشان احنا الاثنين بنحب ماجد. اخسر لك يا حبيبي لحقت تنسى. انا اسف.